اهلا بحضراتكم مره تانية. اقعدوا في البيت، ما تنزلوش غير للضروريات. حاضر، احنا هنلتزم وننفذ تعليمات مواجهه فيروس كورونا بحذافيرها، بس لو احتاجنا طلبات للبيت سواء من السوبر ماركت او سوق الخضار او الجزار او اللبان نعمل ايه؟ ننزل ونواجه احتماليه لمس الاسطح اللي فيها العدوى، ولا نفضل في البيت ونطلبها ديليفري وبرضه هنفضل معرضين لدخولها جوه البيت؟ هو الموضوع محير بصراحة، بس ده لو أخدنا الكلام من على الوش كده زي ما بيقولوا، إنما لو ركزنا وطبقنا الاشتراطات الوقائية هنقلل مخاطر نقل العدوى وهنكون في أمان بشكل كبير. رحبوا معايا بضيفي الدكتور سعيد صلاح، مدرس واستشاري طب الأسرة في المعهد العربي للتنمية المستدامة باتحاد الأطباء العرب. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا دكتور. احنا اتقابلنا قبل كده طبعا في مؤتمر كان مهم، بس انا النهارده بقى هتقمص شخصيه ربة المنزل. اكيد. اللي مسؤوله عن كل حاجه في المنزل. يس. احنا دلوقتي طبعا في ازمه كبيره، والكلام كتير قوي، وبناخد اجراءات وقائيه الى ما لا نهايه. الحمد لله التوعيه عند الناس عليت قوي، والناس كلها ماشيه زي ما حضرتك شفت كده بالكحول والسبراي والوايبس وبيغسل ايده كل شوية، حياة كتير قوي. لكن انا لو ربة المنزل هبقى محتارة اعمل ايه علشان اجيب طلبات البيت. هل ابقى تحت الوسواس القهري وما اجيبش حاجة، ولا اتصرف ازاي؟ شكرا جدا دكتور احمد. انا فعلا انا كمان هتقمص شخصية ربة المنزل مع حضرتك، وهبدأ الاول في مرحلة ما قبل هنسميها التسوق او النزول للسوق او للمحل او للسوبر ماركت ايا ما يكون، او الجزار زي ما حضرتك اوضحت. وانا هبدأ اسأل نفسي اسئلة زي كده. اول سؤال، هو في بديل اونلاين او ان انا اطلب الحاجة دي ديليفري وتجيلي لحد باب البيت؟ ولو البديل ده موجود هيكون افضل كتير. ده اول سؤال. في حد هيرد ويقول لا، ما هو البديل الاونلاين لسه في ريسك، لسه في خطوره. فانا ممكن البديل الاونلاين اشوف الموقع بتاع البديل الاونلاين ده، هل هو عامل اعلان للسياسات بتاعته والاجراءات اللي اتخذها علشان مكافحه فيروس كورونا ولا لا. فانا الاول الافضليه هتكون لويب سايت او لحاجه بتوصل اونلاين وتكون عامله اعلان واضح جدا انها اتخذت اجراءات ما بين الموظفين بتوعها وما بين اجراءات الدليفري وما بين الدليفري لحد البيت بطريقه أول معينه. حاجة. ده اول حاجه. لو اوكي ممكن نبتدي نستخدمه. نبدا نستخدمها، ده هيكون بديل افضل. في ستات بتقول لك يا دكتور ده احنا متعتنا الوحيده ان احنا ننزل نتسوق. هو احنا للاسف هنتنازل عن المتعه دي شويه، وهيكون الاولويه للامان للبيت كله، لان هو زي ما حضرتك اوضحت هو التسوق نفسه او ان احنا ننزل نجيب طلبات البيت ده يعني ويندو او شباك ممكن تدخل من خلاله العدوى او الفيروس للبيت. طبعا احنا مش عاوزين نقلق الناس او نخوفهم، بس هناخد اجراءات بسيطه قوي. طيب اللي ما بيعرفش بقى يتسوق اونلاين، وانا بعتبر نفسي واحد منهم على فكره، اكيد طبعا نعمل ايه؟ اكيد طبعا في قطاع كبير جدا من الشعب بيبقى عنده عدم ثقه في التسوق اونلاين، هيبقى البديل الثاني. الاول هنشوف مين اللي هينزل، دي حاجه مهمه جدا. المتعه بتاعه ان دي رحله هناخد فيها افراد الاسره دي برضو هنأجلها شوية وهنأجلها شوية، وهنقول ان اللي هينزل غالبا هيبقى فرد واحد فقط من البيت. الفرد ده فيه مواصفات معينه. اول حاجه ان يكون فرد متوسط العمر، مش لازم يكون اكبر حد في البيت او حد من الاطفال اللي في البيت، احنا بنخاف على الاكستريمز اوف ايج او الكبار قوي والصغيرين قوي. تاني حاجه ان يكون الفرد ده ما يكونش عنده عوامل خطوره لا قدر الله، عنده ضغط، عنده سكر، عنده امراض مزمنه تانية، ويكون بالتاكيد يكون سليم، يعني ما يكونش عنده دور برد هو لسه مش عارف هو عباره عن ايه، او يكون عنده حراره، ساعتها هينزل حد تاني من افراد البيت. يفضل يكون شخص واحد بس. بعد كده هياخد الاجراءات الوقائيه بقى.
هياخد معاه الاجراءات الوقائيه اللي احنا عاوزين الناس تبقى معتدله فيها، ما بين ان هو يكون مطمن. احنا عندنا ثرو او من خلال كل الحاجات اللي بتدي تثقيف صحي سليم للناس، عمالين نقول للناس لا داعي للبس القفازات عمال على بطال، احنا غسيل الايدين هيبقى امن كتير قوي. الماسك برضو في كلام كتير، بس الماسك لو انا بعتني بحد عنده مشكله صحيه او ان يكون عندي مشكله صحيه مضطر ان انا انزل، انما في الاحوال العاديه مش مستحب قوي ان انا اكون نازل بماسك، بشرط ان انا ما اكونش هركب مواصلات عامه مزدحمه او ان انا اكون ماشي في طريق مزدحم برضو. يعني انا دايما هبقى احاول ان انا ماشي في طرق واسعه والناس اللي حواليا على الاقل بينا متر ونص، نبعد على قد ما نقدر عن الازدحام. متر بس احنا ونص لو دخلنا السوق هيبقى مزدحم مش كده ولا ايه؟ ما ده اللي لسه جاي، ان احنا لما نوصل للسوبر ماركت او السوق في اجراءات برضو هتبقى على الطرفين، على المستهلك وعلى صاحب المتجر او صاحب السوبر ماركت. فخلينا نقول المستهلك الاول. المستهلك هيلاحظ لو كان السوبر ماركت او المكان ده مزدحم، يعني يفضل ان هو ما يدخلش. في حاجات حتى من اول ما يفتح الباب بتاع السوبر ماركت يفضل ان هو ما يدوسش على الازرار او الاوكر او الحاجات دي، يستخدم الكوع او يستخدم ايده، انما ما فيش داعي ان هو يلمس حاجات ما فيش داعي ليها. لما يدخل السوبر ماركت برضه هيبقى فيه سكشنز فاضيه وفي سكشنز عليها زحمه، او في اماكن في السوبر ماركت مزدحمه وفي اماكن بالتاكيد زي ما احنا متعودين نشوف، فهو يا ريت يستنى على الاماكن المزدحمه لما تكون اقل زحاما. طبعا في عامل سيكولوجي احنا ما اتكلمناش فيه من الاول خالص في النزله بتاعه التسوق، ان احنا عندنا خلينا نقول ان احنا شعرنا بده او لم نشعر، احنا عندنا نوع من التوتر من الهلع من الخوف. الخوف ده ساعات بيبقى بيأثر علينا في النزول للسوق بدون داعي لإحساسي بعدم الأمان، فأنا بعود الأمان ده إن أنا أشتري حاجات أنا مش محتاجها، أخزن عاوزين نبعد عن ده تماما، وحتى بيأثر عليا في اختيار أنواع البضاعة اللي أنا بشتريها. فأنا بدل منزل أشتري أكل صحي وأشتري فاكهة طازجة وأشتري خضروات كويسة بلم أي حاجة، ابدأ اشتري دقيق للكيكات والمعجنات والسكريات، لان ده جزء من الاستجابة البشرية الطبيعية جدا للتوتر والخوف، انا عاوز حاجة كده تحسسني بالامان. فده مش عاوزينه يؤثر علينا، عاوزين اختياراتنا بالنسبة للاساسيات بتاعت التسوق بتاعنا تكون معتدلة في الكمية وفي النوع، ده مهم جدا. في بعد كده ان انا وانا رايح على الارفف، طبعا شفنا كلنا الاجراءات دي، ان انا لو لمست حاجه ان انا اشتريها انا هبص من بعيد واقرر اذا كنت محتاج الاشياء دي بكميه معينه ولا لا. يعني بلاش بقى موضوع ان انا بمسك الحاجه واقلبها ورا تاريخ الصلاحيه والحاجات دي، يعني لو قدرت تعملها من غير لمس اكيد يبقى كتر خيرك. بالظبط يا فندم، بالظبط، لازم نكون يعني اللمس ده هنقلله خالص. برضو هيبقى في واجبات على المتجر نفسه انه هيوفر الحاجات اللي الناس بتحتاجها باستمرار، الاساسيات والحاجات اللي هي بتشترى باستمرار تكون في مكان بارز، ان الناس تبيك اب او تلقطها يعني وتحطها في الكارت بتاعها او في سلة التسوق وتمشي، فما فيش داعي ان هو يكون مخبي الحاجات وافضل اقلب علشان اجيب الحاجات من تحت. الاجراءات التانية اللي هياخدها الشخص وهو جوه المتجر، ان هو هيحاول برضو طول الوقت ان هو يحافظ على المسافة الاجتماعية، وهيبقى فيه ارشادات في المتجر لأماكن الخطوات أو أماكن الصفوف، ياريت يتبع ده، هيلاقي فيه إرشادات لو المتجر ده عامل سياسة أو إجراءات معينة لمكافحة الكورونا فهو هيبقى متبع. وده بيفضل إن إحنا نستخدم هذه المتاجر عن المتاجر اللي هي مش منظمة قوي. المتاجر اللي هي هتقول ان احنا كده يعني بنقول للناس انها تروح للاماكن الكبيره قوي، لا، لو انا مكان صغير عندي محل بقاله صغير في اجراءات برضو ان الشخص يتسوق بامان فيها. ففيها ان هو ممكن يبقى واقف خارج المتجر او المحل خالص ويطلب الحاجه اللي هو عاوزها وتطلع له، فبدل التكدس على باب المحل اللي احنا بنشوفه فده يكون ده افضل كتير قوي. وحتى صاحب المحل ممكن يعمل اجراءات زي كده، انه يكون في موظفين بيوصلوا على طول الحاجات لحد خارج في مكان يعني امان بره في الشارع. طيب يا دكتور سعيد بقى، انا عايز هنا اجي عند الحته المهمه قوي اللي الناس كلها قلقانه منها. هو انا جبت الحاجه سواء جات لي بالدليفري او انا رحت جبتها قبل ما ادخل البيت، انا خلاص داخل بقى بفتح الباب وداخل، اعمل ايه؟
طيب خلينا الاول يعني نرجع خطوه معلش في الجزء ده، بس في خطوات مهمه جدا في الخروج من المتجر نفسه. فالخروج انا هبقى واقف على كاشير او مكان بحاسب فيه، اسيب برضو المسافه الامنه، ده واجب على صاحب المتجر. حضرتك عارف علامات الارجل دي بتتحط يبقى بينها على الاقل متر ونص متر ونص، وانا اثبت نفسي في علامه من العلامات دي بروح على الكاشير. في عندنا حاجتين، احنا بنحب الكاش قوي، بس لو انا عندي حتى لو اي تي ام بتاعه المرتب او فيزا او اي حاجه هيبقى افضل كتير قوي، لانها هتبقى معامله غير ورقيه. وحتى الكارت ده اللي انا بستخدمه في الدفع يا ريت ان انا اطهره مباشره من بعد الاستخدام قبل ما احطه في المحفظه بتاعتي او الوالت. الحاجه الثانيه ان احنا بنحب قوي تجميع الاكياس، حضرتك عارف الجزء ده، ان احنا هتلاقي عند السوبر ماركت ناخد الحاجه بتاعتنا في 15 كيس كده، نحاول نقلل بقى موضوع الاكياس. يس، لان الاكياس دي انا هضطر في البيت في السؤال بتاع حضرتك ارميها. لا ده انا هطهرها كلها الاول. طب ما حضرتك قول لنا بقى يا دكتور، دي حاجه مهمه جدا. حاجه مهمه جدا، احنا حتى هنبقى يعني بننضم للجهود العالميه في مكافحه البلاستيك، ان انا ممكن اخد شنطه تسوق معايا من البيت. شنطه يعاد استخدامها زي ما احنا كنا بنعمل زمان، او اذا كان المتجر ده بيوفر شنط اللي هي لاعاده الاستخدام ان انا اجمع حاجاتي كلها في شنطه واحده. في كتير بيعملوا كده بالظبط، ويبقى معايا هي شنطه واحده بهندل واحده، هعرف اعقمها كويس جدا لما اوصل البيت. هاخد حاجاتي واروح البيت، ده اجابه السؤال بتاع حضرتك. في شويه اجراءات انا مفروض ان انا اخدها وانا داخل بالطلبات او البضاعه بتاعتي. نعملها ازاي بقى يا دكتور؟ تمام، عشان انا مراتي بتبقى واقفه ومعاها بخاخه بخ على كل حاجه. كل حاجه. طيب هو هنا برضو احنا عاوزين طول الوقت ان احنا في الوسط ما بين الافراط، ان احنا يعني سلمها على ربنا وسيبها وخلاص وادخل، او ان انا اكون عندي اوبسيشن او ان انا موسوس للدرجه بتاعت ان هو ممكن حتى لا قدر الله الوث الاكل بالكلور او بالمطهرات. ففي حاجه ان انا لما اوصل للبيت بتاعي اول حاجه التخلص الامن من الشوز، الكوتشي او الجزمه، او ان انا لازم اخلعهم جنب باب الشقه لانها مصدر مهم برضو ان انا خارج من بره، وده عموما سواء انا كنت بره في تسوق او في غير تسوق. بعد كده اول حاجه بعملها ان انا اغسل ايدي. فلازم طبعا في حاجه احنا يعني اغفلناها، ان احنا طول الرحله دي يا ريت احنا طول الوقت بنغسل ايدينا. المتاجر المفروض انها توفر على الباب وفي كل مكان بنحط الجل اللي موجود جل بالظبط، وانا داخل لازم اغسل ايدي، وطول الرحله دي انا بتجنب ان انا المس عينيا او وشي او مناخيري. ده مهم جدا. طيب انا وصلت البيت، خدت الشنط بتاعتي بعد ما غسلت ايدي، هبدا الاول الشنط نفسها بالذات من الهاندل بتاعها، ده الاماكن اللي انا ممكن ارش الكحول او ان انا اعمل لها سواب وانضفها كويس. بعد كده هبدا افتح عشان كده الشنطه الواحده هتبقى مهمه قوي، بدل ما اعقم 15 شنطه اعقم اثنين او واحده. طيب بعد كده هقسم الحاجات بتاعتي انتو او الى حاجات باكت او معلبه او مغلفه وحاجات نون باكت. اوكي، الحاجات اللي هي مغلفه او معلبه دي اللي هنبدا بفوطه عليها كحول ونبدا نعمل لها سواب قبل ما نخزنها في الاماكن بتاعتها. طيب الحاجات اللي هي يعني مش غسيل بالميه والصابون للمعلبات او المغلفات؟ لا مش غسيل بالميه والصابون، الغسيل بالميه والصابون هو الحاجات اللي هي للاسف غير مغلفه وغير معلبه، زي الخضار والفاكهه. الخضار وزي الفاكهه بالظبط. في حاجات مثلا في بعض، انا عارف انه خلاص كل السوبر ماركتس اتجهت ان يبقى فيه بالذات المخبوزات تكون مغلفه ويكون في نو تاتش بوليسي، يعني ممنوع اللمس. فالحاجات دي لو انا يعني متاكد ان المتجر بيبيعها بالطريقه دي فما فيش داعي لتسخينها، العيش والحاجات اللي زي كده. الخضار والفاكهه بنغسلهم كويس جدا قبل بتخزينهم برضو، وبالاطمئنان ده بدون الهلع، بدون ان احنا نبقى بنرش كلور وكحول على الاكل الطازج بتاعنا، نبقى مطمنين برضو. دكتور سعيد صلاح مدرس واستشاري طب الاسره بالمعهد العربي للتنميه المستدامه باتحاد الاطباء العرب. انا بشكر حضرتك يا دكتور، وان شاء الله هننفذ التعليمات دي بحذافيرها. شكرا جدا دكتور احمد، بدون قلق وبدون هلع ان شاء الله. بدون قلق وبدون هلع، وهو المطلوب. المقصود بالبقاء في المنزل هو الحفاظ على نفسنا من الاصابه بعدوى فيروس كورونا وقطع الطريق على وصوله لعدد اكبر. طيب لو اضطرتنا الظروف لنزول نقدر نخرج ونرجع واحنا بامان وسلام، بس بشرط اتباع الاجراءات الوقائيه اللي اتكلمنا عليها. حلقتنا خلصت، بس افكارنا وموضوعاتنا ما بتخلصش. نشوفكم دايما على خير.